مشتكي عن الصحفي. تعاطيها مع الاخبار الزائفه اعتسانا ب يوميا. إذن المستديرة التي نظمها الفرع الجهوي للنقابة الوطنية الصحافة المغربية بكلمي مواد نون بشراكة مع المديرية الجهوية للاتصال ومركز نون للدراسات والأبحاث تناولت موضوع الإعلام في ظل الأزمات كوفيد 19 نموذجا، لأن الإعلام في نهاية المطاف يخاطب جمهورا ويسعى من خلال مقاربته لمختلف الأزمات سواء كانت صحية اقتصادية اجتماعية، يسعى بالدرجة الأولى، وهنا أتحدث عن الإعلام المهني الحقيقي، يسعى إلى أولا إيجاد الحلول. وأزمة كوفيد هي أزمة في الحقيقة هي أزمة صحية مفاجئة لم يتم الاستعداد لها، وهي أزمة مباغتة هي، وبالتالي كان تعامل الإعلام معها بشكل أيضا خاص، رغم أن هناك في بعض الحالات يعني تعامل عن طريق نشر بعض الإشاعات، ولكن الحمد لله أن المواطن أصبح الآن يفرق بين الصحافة المهنية والصحافة يعني الغير المهنية، والأزمة بصفة عامة تساعد في إبراز الصحافة المهنية الحقيقية. يولد محاميا والقاضي تصنعه الآلية، نقول كذلك بأن الصحفي يولد صحفيا، لأن هذا السمة ديال على موضوع مهم ألا وهو الإعلام في ظل الأزمات، واتخذنا أزمة كوفيد نموذجا، لأن هذه الأزمة بقدر ما أن كانت لها سلبيات صحية ووقع على الناس إلى غير ذلك، إلا أنها أعطت لنا دروس كصحفيين إلى غير ذلك. لابد من أن نجعل هذه الأزمة أو الممارسة الإعلامية في ظل هذه الأزمة في ميزان البحث والتقصي والتحقيق إلى غير ذلك، لكي نقف على الاختلالات أو جهل القصور ثم السبل لمواجهتها. صحيح نعم ارتكبت خلال التغطية الإعلامية لمجموعة من الوقائع المرتبطة بأزمة كوفيد 19 مجموعة من الاختلالات التي مست الحق في الحرية الخاصة أو الحياة الخاصة للأفراد، للمرضى، الحق في الصورة إلى غير ذلك، إلا أن ذلك يجب أن نجعله منطلق لكي نرقى بالممارسة المهنية على مستوى جهات قلمي مواد نون وكل الجهات الجنوبية، أن نجعلها منطلقا لجعل هذه الممارسة المهنية على السكة الصحيحة وعلى الدرب الصحيح، لأنه لا يمكن أن نجعل من الأزمة هي محطة فشل إلى غير ذلك، وإنما أن نجعلها هي المنطلق لكي نرقى بهذه الممارسة المهنية. إذن الهدف من هذه المائدة المستديرة التي حضر فيها حقوقيون، قانونيون، فاعلون مؤسساتيون، مهنيون، صحفيون إلى غير ذلك، من أجل أن نقارن هذا الموضوع من زوايا متعددة، ولكي نخرج من خلاصات يمكن أن نجعلها مدخلا لتغطية مهنية إعلامية متوازنة. عندي فقط مداخلة ما يخص الأخبار الزائفة، ربما سيدي تكلموا على الوزارة وتكلموا على هذا المشكل. تطرقت إلى هذا الموضوع من زاوية قانونية وقضائية من خلال محورين، كيف تعامل المشرع المغربي مع هذه مسألة الأخبار الزائفة، وكيف تعامل كذلك القضاء مع هذه المسألة في إطار دائما الإطار القانوني المتعلق بالموضوع، قانون مدونة الصحافة، القانون 88 13، وحاولنا من خلال هذه المداخلة مقاربة هذا الموضوع من منظور قانوني وحقوقي، ونخلص دائما إلى النتيجة مفادها بأن المقاربة القانونية لن تكون دائما هي الحل، باعتبار أن المجال الصحفي هو مجال يجب أن يبدأ أو يجب الحل دائما يبدأ من الدار، يعني أهل الدار، أهل الصحافة يجب عليهم أن يعودوا إلى صحافة الميدان، صحافة الاستقصائية، صحافة التحقيق، وهنا إذاك يمكننا أن نتحدث عن صحافة مهنية، الصحافة التي، وعندما نتحدث عن صحافة مهنية يعني تراكم المعرفة على نقيض الصحافة التافهة أو أشبه الصحفيين الذين لا ينشرون سوى التفاهة والصفقة وما إلى ذلك.